رقيب حسن محمد محمد حسن، مجموعة العمل الخاص قيادة قوات الصاعقة. الاشتراك في مداهمة اللجمة باتجاه جبل المغارة وتميزه في أدائه كفرد رشاش متعدد. جندي مصطفى صلاح إمام علي، الكتيبة 537 ميكانيكي، اللواء 136 ميكانيكي، الفرقة 18، القيام بتصفية عنصر تكفيري بمنطقة جلبانة. جندي أسعد عادل حسن عبد الله، الكتيبة 351 مشاة، اللواء 116 مشاة ميكانيكي، الاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يلق وجبل الراحة. كما يقدم مجموعة من شيوخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى السيد رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.